السلام عليكم شباب. على السريع دخلنا الجيم، اوكي باختصار يا شباب هذه اللعبه عشان اشرح لكم، يعني خلاص انا سنيبو يعني خلاص عرفتوني. اوكي اسم اللعبه روج كومباني، باختصار بما انه قلت لكم راح احول شوي بالالعاب. روج كومباني اسم اللعبه، تشبه فالورانت 3v3 او 4v4. اوكي انا الحين قاعد العب 3v3، يا رب ما يجي معي شخص مأفك. تقدر تلعبها مع اخوياك، هذا شيء كويس. اوكي هنا في شخصيات، انا بختار هذا دائما دائما لانه يعجبني اللود اوت حقه. اشوفكم اياه، شوفوا عندنا الام ال اكس ماو اللي هو شو اسمه ال ام جي، وعندنا الشوتجن. الشوتجن ما حد يستخدمه، لكن بس يا رب يا رب ما يجي معانا شخص مأفك. اذا جاء معك شخص مأفك ثلاثة ثلاثة والله مستحيل تفوزون. حلو، على الاقل الشخصيات اللي معانا اللي ضدنا اصليه مو اساسيه، يعني عشان ما واحد يكون صار له يلعبها يمكن 20 مليون سنه. اوكي يلا، هذه فيها موسيقى يا شباب، لكن انا طفيت الموسيقى علشان الفيديو مثل ما شفتوا روج كومباني طلع قبل شوي. Stay behind me. We'll lock نشتري it down. اسلحة 7000 8000 كل شيء، والله ما بشتري شيء، بصمد فلوسي لحد شو اسمه الراوند الجاي عشان اقدر اسوي اللي ابغاه. اوكي طبعا ايمي مره مو كويس لاني قاعد العب بيد، لا تنسوا ما اعرف كيف العب بيد. اوكي هناك طياره، في ناس لما يوقعون كذا يدمجون. هنا السايد حقي. اوكي صح ان شخصيتي ضخمه مره. لا يا نوب، هذا من وين جاب سلاحه؟ هذه البنت اللي معاها سلاح، هذه البنت في ناس يختاروها لانه المسدس حقها ايش اسمه مثل اس ام جي. او ماي جاد وربي ون شوت يا اخي، حرام مات كل اخوياي. ماتوا كل اخوياي، نايس. لا لا في واحد، والله كلهم ون. لا ايه تكلتش، انا ما علاقة امي بالامر. لا ابلع ابلع وربي نايس ورب العرق، دايم يا العرق ابلع مسدس واحد وربي نايس. اوه يا العرق، اخ ده عيوني. شوف اقدر اطوره بعد، اعطوني مليان وربي مليان فلوس صرت. اوكي وجهت عيني يا شباب، ابلع ورب. شفت العرق كيف هذا لما تركز، لما تركز مو مثل بعض الناس فينا اغبياء. اوكي انا دائما اسوي هذه الخدعه زي كذا، تتوقعون اني بجي من هنا؟ اوكي الحين بيطلع راسه، اقدر اسوي زي كذا احسن، اتغير جهه ب R1. اوكي ابلع، لا راح يسوي له ريفايف. نايس نايس نايس، ابلع اخر واحد. اوكي اخر واحد قاعد يعالجه صح؟ اي والله ابلع. ولا شفت التربل كيل وربي كذا قصيت رؤوسهم. نايس يا شباب، هذا اللي يسمونه انك معرق الحوت. جاهز لكل شيء. اوكي هذه الهيلبينج هاند مرة كويسة، ساعدني اني لما شخص يموت اسوي له ريفايف بسرعة. شوف قاعد يقول اني اتعرف، اسوي زي كذا وارقص. دايم
نايس ربي قاعد ادمجهم خلاص انا صرت بعرف باللعبه. تبغون تلعبون معاي هذه اللعبه يا شباب؟ الحين بكتب لكم اسمي وضيفوني. خوي الحين بيموت. نايس اوكي يعني باقي واحد فيهم هذه. لا والله في اثنين يا نوب مو كذا. اوه نايس فزنا خلاص. ربي دايم اتوقع هذا اخر راوند خلاص نصوره ماكس عشان ما حد خلاص. ربي سوي هذه وربي الحين دايم. اوكي يا شباب اوكي اتوقع هذا قبل اخير راوند او لا 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 لسه باقي 3 4 5 6 7 اوكي سبع راوندات. انا كنت بس العب سبع راوندات اصلا بالفيديو فمره كويسه ابغاكم تستمتعون بالفيديو. ابغى شخص يجي لي. الشخص مننا طاح نوك. كلهم هناك صح. ابلع ابلع. ولا 1v1 صارت يا اخي. 1v1 ابلع. اي لا يكون فيها كوبي رايت ربي ما برقصها ما ابغى يكون فيها كوبي رايت ربي دايم ابلع. نايس اوكي وش عندنا؟ عندنا هذه نشتري والله نكتب شوي ناس فيها. هذه طلعها نقدر نرميها ونقدر نضرب فيها. نايس شوف ايش بسوي فيها اذا اقدر ارميها هنا وربي. نايس بس كذا فرفان كذا صارت فلوس عرفت. هذه هذه البنت هذه البنت البنت هي اقوى واحد فيهم دائما تبقى الاخير وتقتل ناس كان عندنا. نشوف لا سوي سوي ذكي ذكي يلا كمل. اه هذاك عفوا. نايس اوكي خلاص تسلم. واو هم تسلم يا شباب. يا رب بس ما يسوون شو اسمه. اوكي بشتري اقوى وحده هذه درع صح. يا رب بس ما ينسحبون. اي والله انسحبوا شكلهم. يا ربي مو الكل ينسحب بالله يا شباب. هاي بالمرجلة أما مأكوكين أما بس البنت خلاص إذا كذا بروح لها بالملي. لا لا يا عيال على طول. يلا جي جي اخر راوند ضايع والله يا شباب خلاص شوفوا كيف استسلموا. اوكي جي جي خسروا طلعوا من الجيم استسلموا على الاغلب. ايش في؟ دخلنا جيم ثاني ولا طيب. وبس يا شباب لهنا وصلنا للحلقات. من عجبتكم الحلقه والمقطع يا شباب اللعبه كلش رهيبه. واخر مره راح اقول لكم اسمها روج كومباني. اللعبة كلش اسطورية وانصحكم بها. مثل ما قلت لكم تقييمي لها 8 أو 8.5 وتقدر تلعبها ويا اصدقائك فهذا الشيء كلش حلو انكم تنزلوها. ومساحة اللعبة اذا ما خاب ظني 13 جيجا.
او 10 جيجات على سوني 4، ماني متاكد، لكن اللعبه بالنسبه لي انا اقول لكم لعبه مره ممتعه اذا تتعود عليها كذا، تلعبوها اسبوع وربي يعني تتعودون عليها. خلينا نقول مثلا تقدر تلعبها اكثر من شهرين بدون ما تمل منها، او 3 شهور. فمره انصحكم فيها يا شباب، لعبه عجبتني. فبس ما ابغى اطول عليكم المقطع، كتبوا لي بالتعليقات مش تبغون العاب ثانيه، يعني لعب عرفتوا، مو بس هذه اللعبه، ممكن المقطع الجاي نغير لعبه، اي لعبه مجانيه تعرفوها على البيس 4، او حتى ما تكون غاليه يعني مثلا تكون دولارين ثلاثه، ممكن اشتريها واجربها علشان الفيديو. فبس اتمنى عجبكم المقطع، لا تنسوا تضغطوا زر اللايك، اشتركوا، بس بيس.